البوليسيه وعلاش كنشوفها فين ما مشيت في الانترنيت وعلاش كيصايبوا عليها الناس الميمز وشنو القصه ديالها. هاد السؤال هذا ولا هاد الاسئله هادو هما الاسئله ديال المليون ونظرت حتى بعض الامريكانيين في ميريكان وهرب عليهم القصه ما عارفينش شنو واقع. بقاو معايا حتى الاخر في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كلشي. البوليسيه سميتها ميغان هال، في عمرها حاليا 26 عام ومزوجة بواحد السيد سميتو جيدي دايا اللي في عمرو 28 عام. فهي المهنة ديالها بوليسية وبالضبط في واحد الكوميسارية او لا واحد البوليس ديبارتمنت كاينة في ولاية تينيسي. والمهنة ديال راجلها جيدي دايا حتى هو من البوليس ولكن كان تخرج ولا بوليسي قبل وخدم في واحد المجال ديال الشرطة اللي هو اخر على قلتي على ما فهمت الحماية ديال الغابات الى اخره، ولكن هي خدمات في شرطة المدينة. كانوا كيعرفوا بعضياتهم من ايام الجامعة، كانوا تزوجوا في سنة 2018 يعني دابا غادا 5 سنين ولا 4 سنين. والمشكل اللي دار جيدي دايا هو انه مجرد كما قلت لكم ملي ضربت الحساب وزيد عليها بعامين، كبر منها بعامين، فمجرد انه تخرج وخدا الوظيفة ديالو حيت هو كان خدام من هذه 4 سنين، اون فوا خدا الوظيفة تزوج ميغان هول. جيدي دايا الى جانب مرتو اللي هي ميغان هول كانوا واحد النهار دايرو حفلة عارضين فيها البوليس اللي خدامين مع ميغان وعيالاتهم تا هما. واحد المرة شاف بلي مرتو اللي هي ميغان باست مرت واحد البوليسي اللي سميتو باتريك ماغليوكو، شفتو كتبوس مرتو من الفم للفم، يعني مرت البوليسي الاول مع داك ميغان باسو. ملي شاف هذاك جيدي دايا شاف هذاك المنظر ما عجبوش الحال، ولكن ما كانتش فيه النفس وما كانش فيه الشجاعه باش انه يدوي تما ويقول علاش درتو هذه القضيه كذا كذا. لا قال ربما هذه الحادثه وربما هادشي اللي كيديروا البنات حاليا والعيالات حاليا، ولكن هذيك غير كانت سيني على واحد الحوايج اخرين يكتشف من بعد ولا يكتشفوا الناس من بعد. نهار 12 ديسمبر من 2022 المدير ديال الاتش ار او لا هيومن ريسورسز اللي كاين في ديك الكوميساريه ني سميتو اندرو باتون غادي تجي واحد المكالمه من عند واحد العمده سميتو جيسون كول، كيقول ليه بلي جاتو اخبار. هاد جيسون كول اللي هو العمده كان اتصل به شي طرف مجهول كاين في هذيك الشركه وقال له بلي ميغان هول كدير السكس وكتحوى مع 6 ديال البوليس اخرين كاينين في نفس هذيك الكوميساريه. الاسماء ديال هاد البوليس هادو 6، جوج منهم كانوا سيرجنت يعني شيرجانات كما نقولوا وهما المسؤولين على الضباط، وميغان القحبه كانت ضابطه يعني غادا الشيف ديالها غادا البوس ديالها. جوج طيحاتهم معاهم تما فقدوا يعني العمل ديالهم بسبب هي حيت داروا مع هذاك الشيء وسط الكوميساريه وخارج الكوميساريه، الى جانب انها دارت مع 4 ضباط اخرين ومحقق. تخيل معايا هو محقق وما عندوش الذكاء باش يقول راه هاد وجه اللفته هادي هاد وجه البيبي فيس راه ما تستحقش انني نخسر خدمتي بسببها وما تستحقش انني نخسر زواجي بسببها، لان بزاف من هاد الستة هادو اللي مارسات معاهم الجنس كانوا حتى هما مجوجين، إلى جانبها هي حتى هي مجوجة. هاد باتريك ماغليوكو هاد البوليسي ملي شاف راجل ميغان ما هضرش، ملي شاف بلي مرتو باست مرت لاخر، ف ملي شافو ما هضرش قال ربما راه عارف بلي هو في علاقة مفتوحة. وانا ما فهمتش الى يومنا هذا القضيه دي ديال العلاقه مفتوحه. الناس اللي كيديروا في البروفايل ديالهم في فيسبوك اوبن ريليشن شيب راه ما معناها ماشي معناها انك كتقلب ولا شي حاجه، معناها انت مصاحب مع دغيا هادشي اللي كنتي دغي اولا انت الا كنتي دايره في فيسبوك اوبن ريليشن شيب يعني مصاحبه مع دغيا او ميم طون كتصاحبي مع دغيا الاخرين وعندكم عادي يعني علاقه مفتوحه. هاد القضيه دي هي كيديروها بعض الامريكان اللي هما ما عندهمش واحد الوعي اخلاقي كبير، ولكن ملي كتوصل للزواج ذا هول بوينت ديال الزواج هو انه الحصريه كما نقولوا وان الانفيديليتي ما تكونش. اما اذا كان واحد الزواج مفتوح يعني بحال كتقولي واحد الباب فيه قفل وعنده سيروس وديما محلول، يعني واتس ذا بوينت من القفل اصلا اللي ما كيسدش هذاك الباب لان الباب دائما محلول بحال هكا، يعني بحال قلت لي الظلام اللي منور.
جوج الحوايج كيكونتراديكتيو بعضياتهم، ولكن هادشي اللي وصلوا ليه دابا الميريكان حاليا. ف داك البوليسي حساب له باللي الراجل هذيك ميغن حتى هو راه داخل في المعمعه، كيما نقولوا شنو هي المعمعه، اكتشفوا من بعد بان هذيك المراه اللي لبستها ميغن كيديروا ثلاثيه، كيديروا تريسون مع داك البوليسي نيت بلا خبر الاخر. فقال لها واش راجلك لما سايق الخبر واش يدخل معنا نديرو شي ربعه تاع حنايا، وتشوف الانحطاط الاخلاقي الجنسي اللي وصلوا ليه غير ما يمكنش. ف قالت لي لا لا هو ماشي معنا في السفينه، يعني هو ما عارف والو. هاد التحقيق اللي كان فتحو كما قلت لكم المدير ديال الهيومن ريسورسز سالا في ديسمبر ديال العام اللي فات، في ديسمبر ديال 2022، باش سالا اولا طرد تام ديال ميغان من القوات ديال البوليس. والعجب علاش ما غرموهاش ولا داوها للحبس، ميغان ما بقاش كتخدم. جميع الرؤساء ديالها دوك السيرجنتس وداك الديتكتيف حتى هما الطرد، زائد ان بعض الضباط اللي بحالها تعرضوا غير سسبنشن او لا تعرضوا غير التوقيف اللي هو مؤقت. وسالا هاد التحقيق في ديسمبر ديال 2022. فتذكير بشنو دارت ميغان، وشنو دارت ميغان، ركبات على الزب ديال الكحل، ديال الكحل الاخر، ديال الهسبانيك الاخر، ستة ديال الزبوبة ركبات عليهم، مصات الزب، ركبات على الزب ومصات على الزب، بحال 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 اللي ركبات على هاد الروديو هذا، على هاد التور هذا يعني ديال الألعاب، كما تشوفوا في الفيديو، داخل الكوميسارية، خارج الكوميسارية، في لوطيل، في الطوموبيلات، في البارك ستيشنز، إلى آخره، كلشي مكتوب في هداك واحد رابور نخلي لكم تاع الناس اللي كيفهموا لونجلير، ما كنجيبش هادشي من راسي. ف علاش دايرت هادشي في الكوميسارية؟ كاين بعض الناس اللي كيكتسبوا واحد التريل، يعني انهم يديروا سكس في واحد البلايص اللي هما طابو، واحد البلايص مثلا باركينغ، قدام الناس، طواليت ديال الريستو، الى اخره الى اخره، باش كيكتسبوا هاد التريل هادي، يعني ولا النشوة هادي ديال الخطر ولا المغامرة كيما نقولوا، ولكن في كوميسارية بزاف. كوميسارية هادي الاول يعني سابقة في تاريخ لا الميريكان لا العالم، شوفوا جنس الكوميسارية ما يمكنش، يعني هادشي كيقول لك اشنو مخبي هاد العالم اخر، وشنو غايدير مثلا في الشينوا ولا الفلبين، ولا راه كاين مصيبة كحلا في البوليس ديالهم حتى هما اللي ما تجبدش هادشي. وكما قلت لكم كون ما دارت ميغان هادشي في الكوميسارية كون راه كاع معاقبين لا راسها لا يعني الناس لا كلشي. وبزاف غايقولوا لي مثلا راجلها حتى هو داخل في هادشي، لا واحد المرة قال لك في هذاك الرابور نيت سلفت $50 من عند واحد الشخص، يعني الكووركر ديالها قالت له عطيني باش نكري غرفة في اوتيل بلا ما يسيق راجلي الخبر، يعني غرفة في اوتيل الغدا فيها تما تمشي تصلي على اي دور تسبح. بالنسبة للناس اللي غادي يقولوا راه ماشي عدل تركزوا على المرة بوحدها، ركزوا حتى على الرجال تا هما، اولا الرجال راه واحد فيهم ضرباتو مرتو حصلاتو مرتو، يعني كتخونو ويضربو ديال بصح الضرب ديال المعقول، وتماك الراجل تياكل عصا وما يهضرش، ما يهضرش على انا مشى دعا تا هو بغا يزيد ياكل عصا كلا اكثر، وعارف راسو جديد المهم عبرات عليه تا هو خائن ما يمكنش تا متزوج وكدير داك الهدا على بيبي فيس، شتي هي اللي ماس جيت مع هاد بيبي فيس راه خصو ماشي غير العصا، خصو قتلة د العصا صاحبي. غالبيتهم كاملين غادي يفقدوا يعني الاعمال ديالهم، هي شنو غادير اخر ترى تصايب اونلي فانز. كيما قلت لكم علاش ركزنا على ميغان بزاف، ولا علاش ركزوا الناس بالميمز على ميغان بزاف، لان اغلبية الدرجات غادي يخسروا حتى الزواج ديالهم. مين وين ميغان الى حد الساعة ما خسرش الزواج ديالها، لان راجلها الضبع تزيدي ضايع قال لهم بلي غادي نحافظ على هاد المارياج، وغادي نبقى مع مراتي، وغادي ندعمها واخا كانت كتحوى مع جوج الكوره، وقالت لهم بغيت الزب بالكبير، بغيت بيك بلاك ديك، وهادشي مكتوب في الرابور يعني في التقرير وكلشي، ومع ذلك راسنا الغشيم غادي يعني غادي يحافظ على الزواج ديالهم، باغي انه ما يطلقش ما يتفقش عليها. زائد ان واحد القاعده عامه في الزواج، الراجل هو اللي كيختار المرأة، اوكي، ولكن في الجنس فالمرأة هي اللي غالبا هي اللي كتجذب اولا كتعزل الراجل، وهي الحلقة يعني المشتركة ما بين هاد السبعة درجة، ما يمكنش هاد السبعة يغامروا بكاريرز ديالهم وبزواج ديالهم كاملين على بيبي فيس اللي وجهها ما كيسوى حتى بصلة يعني،
وما نكذبوش على بعضياتنا هكا وصفوها في الصحف وكل شيء بيبي فيس. اش هاد الوجه هذا؟ اش هاد السي دابا هذا تغامر؟ دابا هادو 7 ديال البوليس شحال هما دمروا لا يعني شي وحدين عندهم الماستر ديغري يعني وباش انهم يتقاو حتى لهذوك المناصب كاملين غيتفقوا سعابهم انهم غير يغتصبوها كما نقولوا ويغامروا. لا لا يعني هي اللي كانت راس الحربه في هادشي كامل حتى في الرابور حتى في التحقيق لقاو بلي هي اللي جبداتهم في الميساجات الى اخره. دابا لاحظوا معايا هاد التحقيق سالا في ديسمبر 2022 وما يعني تشهرات هاد القضيه ديال بانو الميمز حتى اول شهر يعني في النص الاول ديال جانفي في 2023. فعلاش خدا شهر ونص الوقت كامل عاد بانت هاد القضية يعني للعلن والعموم وكلشي؟ كان ممكن هادشي يتحاكم وفعلا هادشي يتحاكم، ناس خسرات الوظيفة، ناس هدا، وتا شي صحافة وتا شي ناس الانترنت ما هدرو على هاد القضية دي. فكيفاش تشهر هداكشي؟ لأن واحد الشخص صور هاديك ميغان هي وشي واحد كيتحواو داخل الكوميسارية يعني وبالزي ديال الشرطة ومشى لاحو في تويتر. ملي لاحو في تويتر تويتر حيدات هذاك الشيء، الفيديو تسرب يعني وناض ضجه ومن بعد اختفى من الانترنت. شكون هذاك الشخص اللي فضحو؟ ما نعرف غير ما هو الميمز. علاش بانو؟ بانو لان فيديو ديالها كت يعني got leaked او لا تسرب جريدات ولا مجلات ولا ما عرف شنو ديلي ميل سميتها، مشات عند ميغان هول قالت لها واش عندك شي تعليق على هذا الشيء على هذه الفضيحه اللي وقعت؟ قالت لهم لا لا ما عنديش حتى شي تعليق وما بغيتش ندوي في هذا الموضوع وبغيت غير ننتقل لحياتي ولا ندير الموف اون من هذا الشيء اللي وقع ليا. وشو يعني السكوت علامه لا ديسيبسيون، السكوت علامه ما عندها باش تجاوب ونيت ما عندها باش تجاوب الا شي واحد ضرب الطم ما عنده باش يجاوب يعني المنطق. فعرف بلي ان راه مغرق هاتي الودنيه كيما نقول. كانت هادي هي القصه يعني اللي باغي يتفكر من الفيديو يحبس يخرج من هذا الفيديو صافي، لانني دابا ويلي ويلي ما سعدتش هاد البوله. سعدتش هاد البوله كتعطيني اناركسا. ف المشكل اللي دار هاد السيد هذا سميتو جيدي دايا باش انه طاح على هاد الميكروبه هادي اللي سميتها ميغان ومازال شاد فيها مع الاسف، هو واحد الزواج اللي هو مبكر بزاف كما نقولوا. فهو اون فوا تخرج من الجامعه وخد الوظيفه على سن 23 عام مشى تزوج بها في عمرها 21 عام، هو كما نقولوا ابن قسيس ولا ود الفقيه ديالهم ولا ما فيهش تحراميات باينه من وجهه، باينه وجهه ما فيهش، وهي وجهها بحال البطاطا، وجهها بحال البطاطا يعني ومحبوبه الجماهير. ف وحدة غيد فلاك هو تشوف وحدة خايبة صاد وحدة خايبة زائد كاين خايبات كيما كاينين خايبين، انا خايب صافي. المهم جملة ما يبقى يقول لي شي واحد ما تعيش خليق الماء برو وي وي ال نو، حنا عارفين انت عارف وانا عارف وانت عارفة انت يعني ما كنديرو النفاق زعما حنا زوينين الى اخره. ف يعني الواحد كتشوفو خايب صافي كتحكم عليه خايب من الشوفة الاولى صافي، ما دير هاديات هاديات الطبيعة كيما قلتها لكم كحلة زحلة. ف ملي كتشوف وحدة خيبوها زائد مقبولة عرف بأن عندها شي كاركتير في شكل يعني عندها شي شارم شي حاجة كتعرف طيح إلى آخره. فهادي ووالو لا عين هادي الما قحبة. فخرجت على داك السيرجنت بجوج وخرجت على الديتكتيف وخرجت على كدا، وهي في الأخر كيما قلت لكم زواجها مازال خدام مع الطابو هذا، وكاع الا خرجت غدير اولي فانز مع هاد الشهرة اللي ديالها يشوفوا لها كلشي ويبداو يصيفطوا لها الفلوس، يعني صيفطوا لها الفلوس صحاح كاع كثر من اللي كانت كتخدم وهي بوليسية. ف كما قلت لكم واحد الزواج مبكر اللي هو خايب، يعني ما كتقدرش هذيك المرأة اللي غتزوج بها انت كراجل ما كتقدرهاش يعني. يعني اون فوا شديتي الخدمة شديتي كلشي غالبا غير حيت هو كان كيسلم عليها في لافاك وداك الشيء. ف صافي في الجامعة يعني نيشان قال لها غتزوجي بيا راه ما يمكنش، واخا طاح في هاد الموتيف هذا واحد القنبلة موقوتة. زائد تجاهل بزاف ديال الريد فلاكس بحال مثلا هاكا شبعانة تاتوز، البنت اللي كتكون شبعانة تاتوز سمحوا لي نقولها لكم قليل نادرا فاش كتكون اخلاقها يعني شخصيتها سوية. اللي كنضرب تاتوز بزاف كيكون عنده واحد الريسك تيكين اللي هو طالع
اللي هو بحال هكا يعني ممارسه الجنس ولكن خيانه الزوجيه داخل الكوميساريه. كاين شي ناس هكا كيعجبهم يخونوا في الزواج، كيعجبهم بحال هكا يعني هوم ريكرز كيسميهم، يعني مدمرات البيوت بحال هكا. كاين شي ناس كي ياخذوا ديك النشوه ديالهم بانهم يديروا شي حاجه خايبه، وهادشي ماشي كنقول لا مينتال هيلث يعني هي ما دارتش هادشي لان عندها امراض نفسيه الى اخره، لا هي واعيه بداك الشيء اللي كانت كدير نيشان، واخا كيكتبوا في الاخر دوك النسويات الى اخره كيدافعوا عليها كيقول لها لا راه ولات مؤخرا كتشرب بزاف ولات كذا، لا ماشي هو بغي. الناس عايقين حتى الميريكان عايقين بهذاك التخربيق ديال مينتال هيلث كارد، راه كنت قلت لكم حتى في هذاك الفيديو ديال السيريال كيلرز، مينتال هيلث كارد ما بقاتش خدامه اليوم، يعني بطاقه الصحه النفسيه ما بقاتش خدامه، يعني اللي دار الدراري يستاهل العقوبه نيش، يعني يستاهل الشهر في الضح. ف واحد ثالث حاجه اللي يعني تجاهلها هاد السيده هاد الجيدي داير، يعني شاف مرشو كتبوس مرا اخرى في حفله كتبوسها من الفم للفم، وانت شتي داك البلان اون فوا يعني ستوبيهم تما قول لهم اش كاين، شنو العلاقه ما بيناتكم، وسير عند داك الراجل قول لي تا ما مرتك على مرتي اش هادشي ولينا فيه. فهو اون فوا كون كتسول داك الشرطي يعني قال لي شنو كاين شنو كاين، قول لي راه كنا مدورين بثلاثه نيشان كان حط عليه نيشان حسن ما يسمعها هو في الاخبار ولا توصل كاع هاد الشهات الى الدرجه هادي. فشو شحال ضيع شو شحال تجاهل. زائد واحد الحاجه اللي خصني نقولها لكم، علاش ما خصوش يسمح، علاش الراجل الى لقى مرتو كتخونه ما خصوش يسمح ليها، لان داك الزواج فاسد، لان ذا هول بوينت انه يكون يعني واحد المارياج بامبورتاش من كولتير، واش الميريكان واش المغرب واش العرب ولا، يعني كيكون معاك واحد الالاي كيكون معاك واحد المساعد في الحياه، الا داك المساعد يعني خانك وراه ما يمكنش، يعني ما يد وحده ما كتصفقش كما نقولوا، يعني نتوما معاونين بجوج على زمان واحد، ما يمكنش يعني انت شتيها كتخونك وما عادش ليك، واخا تجي تقول لك سمح ليا وهذا وغير غلطت وداك الشيء، وكيما قال في هذاك الميم قال لك عامني ملي خاص الزب ديال من طبونا غير رجعته بيديها، وقالت هذا الفيديو يعني فواحد الميم يعني فحال هكا كانت كتخونك وتقول لي لا غير سمح ليا وكذا، ممكن تقول لك عرفتي لا وقعتي في المصيبه ديال الجديده، لا بغي خلاو لي عقلي وكذا كان داكشي غير كذوب غير كذوب شي اعتراف، يعني الاعتذار من المور ماشي واحد كيحصل كما كان نوعه، فهاداك الاعتذار ما كيهمش اصلا، ملي غادي تشوفو سمح ليها فغادي تعاودها مره اخرى، كون على يقين كون على يقين، لانه هو عارف عارف تحوات مع ست الناس ومع ذلك باغي يحافظ على المارياج، يعني لا ضيع تزيد سبعه تزيد ثمانيه تزيد عشره لا ضيع، يعني ما تغي خرجوا لي مسخانة، فهي كون على يقين غتزيد سبعه غتزيد سبع والثامن والزب التاسع وكاع الزبوب غتدوس عليهم، فهمتوني هاد البيضه الكحله الصفراء الخضراء ديالك واحد الوقت كاع غتولي تبغي تشاركو هو صحة هو في الأخلاق ديالو ماشي في داكشي، ولكن باغي يبقى مع القدر ف راه حوته وحده كتخنز السواري ضروري غادي تهبطو لهداك المستوى الخيب، زائد كاع تقدر تولي تدخلو تدخلو للدار تدخل الزله للدار قدامو، واش غيقول هو ما قدش يقول على ما قدش يطلقها مني اكتشف سته ماشي مشكل، لا داز تما ماشي مشكل، لانه هو ما عندوش الشجاعه وما عندوش يعني عزة النفس، من نفسه ماشي حاره باش انه يخرج من هذيك العلاقه الخايبه، لا هو باسم الحب يعني باسم الحب اللي هو باغي يسوقوا ليه هادشي في الميديا هادشي اللي ولا جديد الانحطاط الاخلاقي الى اخره، ف الحب اللي هو بزاف كاع توكسيك، هاد الحب هذا توكسيك انك كتحافظ عليه بعدا قحبه، الواحد يكون عنده عزة النفس انه يمشي في حاله ما يمكنش وما يمكنش، وكلشي ضرب ساق لك الخبار وانت مازال باغي تحافظ على هادشي، تاش كتحافظ حافظوا على شي حاجه فيها الامل شي حاجه ممكن ترجع، اما صافي ملي كتوصل للخيانه الزوجيه راه ما بقى ما يتحافظ والو والو والو، بغيت
ندوي لكم على واحد الاشكاليه اللي غير سادات من المغرب. هانتوما كيتشوفوا غير سادات من المغرب ويتشعل ثاني في المنبر اللي هو امريكان، اللي هو الزواج بالمضافه. يعني شي خساره بدا هذاك الجروب ديال لا للزواج بالمضافه، ضد الزواج بالمضافه، ما عقلتش يمشي. ومن بعد دار راسو تهاكا وقال لهم هاكرت ليا كذا وقررت نقفل الجروب. وجي وحده من الناس سويات من المغرب كيقولوا خاصنا ندعيوه لانه كيحث على الكراهيه. شوف وانصح غير الناس، قال لهم راه الزواج موظف عنده مساوئ وممكن تختار، ممكن يكون عندك معيار، قال لك كيحث على الكراهيه. مين وين صار نسويات بعضياتهم كيقولوا الراجل ما عندوش الدار، ما عندوش طوموبيل، ما عندوش فلوس، ما كانش طويل، ما كانش بوكوس، ما كانش عنده الشعر ضلاج، ما كانش عنده كذا، ما تزوجيش به خليه. هذيك ماشي كراهيه، هذيك ما فهمتوني، يعني هذيك ماشي حتى على الكراهيه، وماشي ضروري ندعيو شي واحد الى اخره. ف كما قلت لكم في الميريكان، يعني في الميريكان كتلقى دي كومونتير بحال this is what happens when men and women work together and imagine what happens in hospitals. هادشي راه ماشي انا اللي كتبتو، الميريكان هي اللي كتبوه. المنبع ديال كما نقولوا فيمينيزم، والمنبع ديال الدعوه للتحرر للمراه وخروجها وتوظيفها الى اخره، هما الناس ديالو شنو كيقولوا دابا حاليا. ونيت راه فري، تخيل معايا دابا كوميساريه اللي هي منبع ديال ستريكتنس كما نقولوا في السوسايتي، منبع ديال الواقع كما نقولوا في المجتمع، وكينوض فيه هادشي. وعسك كما نقول واحد الشركه ولا يعني هادشي، وكل شيء كيقول هادشي معروف كاينين دي زافير، وهي غير ماتيماتيكمون راه كاينه، غير بعيد الاحتمالات الى قريتي. بعدا شوف جميع البشر انا كنامن الا ما عندهمش واحد العقل وما عندهمش واحد الاخلاق، ما عندهمش واحد الوازع ديني، بعض الناس عندهم ولا وازع اخلاقي كما نقولوا، فكل على يقين غيتصرفوا كحيوانات. حنا كنعسو بحال الحيوانات، كناكلو بحال الحيوانات، حاسكم كنمشيو للطواليت بحال الحيوانات، راه حنا حتى حنا حيوان، ما عندك ما دير، ما عندك ما دير، هادشي راه كاين. ف في الحيوانات الا حطيتي مثلا فواحد الحظيره كما نقولو ذكر ونتوا من نفس النوع، من نفس النوع حطيتيهم تما، ضروري واحد الوقت، يعني ذكوره بزاف واناث بزاف، ضروري واحد الوقت غادي يديروا يعني التزاوج ديالو، فهمتوني؟ ف بحال هكا يعني بالنسبه لشي وحدين كتحطهم مثلا في واحد الشركه ولا 4 سنين 5 سنين هما خدامين من 8 حتى 4، يعني موست ماجوريتي اوف تايمز، يعني ما كنظنش انهم يديروا حتى هما تزاوج، ولكن التزاوج يعني بالعقل ديال هكا كافي الى اخره كذا، شي خيانه مثلا في شي اوتيل الى اخره، ولا شي طوموبيل ولا شي قد كحل، يعني كنظن هادشي ما غاديش يوقع. اوف كورس غادي يوقع، ولكن غادي يوقع بواحد النسبه قليله، نقولوا مثلا 10% ولا 15%، انا غير قلت 10%، ولكن غالبا كتكون اكثر. غير هاد 15% راه انت بالنسبه لك الى كنتي باغي تدخل في مشروع الزواج، فغادي ديجا مقوده عليك، لان ما كتعرفش هذيك 15% واش غطيح عليك ولا على غيرك، فهمتوني؟ يعني انت كتقول مرتي راه خدامه نهار كامل، وهي خدامه مثلا في هذيك الشركه الى اخره، والشركه مخلطه الى اخره، وكتقول انا مرتي ما غاديش تخونني، والاخر حتى هو الراجل المراه الاخرى كيقول مرتي ما غاديش تخونني، مرتي ما غاديش تخونني، ماشي كاملين 100%، ولكن حنا عارفين بالاحصائيات مثلا 10% كيكذب، يعني واحد فيه ضروري، واحد فيهم غيكون انفورتونيت، واحد فيهم ضروري غادي يكون فيه خيانة، غادي يتخان يعني زوجيا الى اخره. ف ما تعرف شكون انت، فهمتوني شنو بغيت نقول. ف ذا هول بوينت انا ماشي غنقول مرة موظفة خايبة، مرة موظفة كتخرج على المجتمع. شوف هاد المجتمع اصلا خرب، ما فيه ما يدير اصلا، لان داك المجتمع نتوما اللي كتشوفوا راه كتشوفوا مثلا في التلفزيون ولا، ولكن راه الا سمعتي قصص وقريتي بعض الاحصائيات اللي ما عندناش حنا في المغرب ولكن كاين في العالم، راه مجتمعات العالم دابا حاليا مخرب صافي، مخرب، وكلشي بقى باغي يتزوج،
لا بنات لا ولاد، الأغلبية الساحقة ما باغيش يتزوج. دراسة أمريكية اللي دارت على المجتمعات الغربية كتقول بأنه من هنا ل 2030 تقريبا 45% من العيالات اللي غادي يكونوا ما بين العمر ديال 25 سنة و 45 سنة غادي يكونوا ممزوجات وما عندهمش الوليدات. علاش قلت لكم هادشي؟ يعني ما يمكنش نبداو نقولوا أجوبة راديكالية بحال ما ديرش 100% سدين، ما ديرش 100، ما تحرمش الناس من انهم يقمروا. فراه الزواج دابا حاليا من الموظف راه تقمر وعنده واحد المساوي كبار اللي شوف، لا انا غنكرههم، لا النسويات غادي نكرههم، لا النسويات غادي نكرههم، لا والو. بحال مثلا ان المراه اللي كتبقى النهار كامل وهي برا، راه ضروري العلاقه ديالها مع راجلها غادي بشويه بشويه غادي تولي مكفسه ضروري. زائد ان مثلا الطيام، الماكله اللي غادي ياكل هذاك الراجل راه غالبا غتكون مكفسه. زائد الاولاد، كما قلت لكم في هذاك الجابوني، ذاك الولد الجابوني يعني اللي ولا قتال واللي بدل وجهه الى اخره، اللي شفناه في هذيك الحلقه ديال القتال المتسلسله ديال نتفليكس. فمو كانوا بجوج برين سيرجنز، كانوا اطباء ديال جراحة، يعني قاريين 7 سنين و 12 عام ديال التخصص، وبجوج والديه بجوج، ومع ذلك هو خرج ليهم مكفس. علاش؟ لان ما كاينش اللي يربيه، ما كاينش اللي هاد. فكل على يقين هادو شي حوايج اللي هما منطقيين، حوايج اللي عبار ما يمكنش واحد المرأة اللي هي من 8 حتى 4 وهي خارجة وتجي للدار و 8 سوايع ولا 6 سوايع تنعس، يعني كتشوفها واحد 4 سوايع في النهار ولا 3 سوايع ولا، يعني اش من مارياج هذا كما نقولوا. هادشي دابا ما يمكنش، واخا يعصب اي واحد، حتى انا كيعصبني ما نكذبش عليك، ولكن هادي الحقيقه، هادي اللوجيك. 1+1=2 ما عجباتش الواحد، فبلا فهمتي. كما قال واحد جورج اورويل، if you deny the truth goes on existing. يعني الا كنت انت كتنكر الحقيقه، الحقيقه ما كتهمش، الحقيقه كتبقى وكتكزيستي، كتبقى وهي خدامه وكاينه في هذا العالم. فهادشي اللي كاين يعني. فانا كما قلت لكم بالنسبه للراجل، ماشي نقول ليه ما تزوجش موظفه كاع وهي خايبه وهي 100% غادي تخونك، غير كنقول ليه وجد شوف، كون متوقع راه تخونك، واخا انت كتثق فيها وكتبغيها كتشوف فيها احسن حاجه ممكن ديرها، ما يمكنش انها تخون اطلاقا، ولكن ما تكونش 100%، ما عوج ولا غير تسعود. كون حتى الا بغيتي تثق فيها ثقه عمياء، سير غير بتسعود 90%، وخلي هذيك 1% الشك ديالك عادي، من حقك، من حقك، لان كما قلت لك منطقيه الصاد تمشي لواحد الفيد اللي مخلط بالرجال اللي هو نهار كامل وكتوقع فيها ان ما تخونكش 100%، ما يمكنش. يعني كنت متوقع الخيانه، متوقع، وحتى هي نفس الشيء، حتى هي خصها تكون متوقعه انك غتخونها واحد النهار، وانت عارف راسك ما تخونش وهي عارفه راسها ما تخونش، بخير غير ما توقعوا الاسوء باش نهار تطيحوا بالاسوء ما تصدموش. هادشي اللي نقول انا بطريقه يعني فهمتي امبيكابليه كما نقول. فثاني حاجه بالنسبه للزواج، بالنسبه للراجل اذا بغى يخرج منه ولات مشكله، داكشي باش دابا حاليا كتلقاو بزاف ديال الرجال كيديروا هكا حركه ديال غير بي الى اخره، لان عندهم ماشي مشكل مع المراه. انا كان كيحسبني دائما انه مثلا غير بي ميكس كنسمع بها شحال هادي الى اخره، كنقول هادو ميسوجينيست، هادو كارهين المراه، لا هما كيكرهوا القانون، كيكرهوا المنظومه. راه عندهم مشكل، غير المشكل دابا كاين في القانون ماشي كاين في الكلى الجنسيه، لا هاد الحرب هادي نايضه بالنسبه للقانون، لان الراجل كيدخل في واحد الزواج ديجا كيخلص فيه واحد الكميه باهظه ديال الفلوس، زائد لي ريسورس كاملين غالبا من عنده، وفاش كيبغي يخرج كيلقى عاوتاني مشكل، خاصو نيجي يخلص مع شحال نفقه وداك التخمام. فهادشي هذا هو المشكل، هذا هو المشكل اللي كيخلي الراجل انه ما يريسكيش مع الموظف. علاش ما باغيش هاد الرجال هادو انهم يريسكي؟ ولان غالبا الخيانة الزوجية بالإحصائيات كتكون 4 مرات كثر ملي كتكون المرأة موظفة، ماشي لأنه كيكرهها ولا كيكره أن المرأة تكون في لاسوسيتي كيبغي يقمعها، لا هو كيخاف كيقول
ديجا انا غندخل بواحد الفلوس ولا بغيت ولا تخنت انا اللي غنصدم زائد الصدمه ديالي ما نقدرش نخرج منها نفسيا لانني عاوتاني خصني البروسيدور ديال المحكمه. اللي كنبغي نقول مثلا الراجل اللي غادي ناوي انه يتزوج وحده موظفه هو انه اما انه يقمر معناها انه يمشي بالنيه ومن حقه اي واحد من حقه انه يقمر. ما يمكنش تقول ليه ما تقمرش لان الربحه ما كايناش، غير قول ليه الا قمرتي بعدا التيكيه اللي غادي تعمر غاليه وعندك واحد في المليون ولا واحد في ما عرفش شحال باش انك تربح صافي هادشي اللي كاين. ما تقوليش لي ان الربحه ما كايناش، قول لي ان الربحه الا بغيتي تبقى تقلب عليها غتخسر بزاف. فكل موجب انك الا بغيتي ما تقمرش هو انك تلعب بواحد الفلوس اللي هما غير زايدين عندك. القمر اللي هو مزيان اللي هو ما مبليش لانه ما كيخرجش عليه القمر وقليل فين كاينه هاد القضيه، هو القمر اللي عنده واحد السورس ديال الفلوس زائد واحد الفلوس اللي شاطو عليه كيلعب بهم هادوك الفلوس شايطين ليه على الحساب، لان كاين شي قمار بزاف الفلوس اللي كيشد هما اللي كيلعب بهم. بحال هكا الفلوس اللي عنده حدو قدو كيدخل بهم مشروع الزواج، ملي ما كيصدقش كيتمحل. بحال هكا نجيكم الصراحه هادشي كاين. فنصيحتي لاي واحد مقبل على الزواج موظفه هو انه يكون عنده فلوس ديال الان اند اوت بجوج، يكون عنده فلوس ديال انه يتزوج الى اخره ويجرب ويدير العرس وما عرفش داكشي ويصرف الى اخره، زائد الفلوس ديال بروسيدور ديال المحكمه الى لقى بلي مرتو كتخونو صافي، وهكا كيبقى مرتاح وانه كان عنده ترينك الفلوس. اما الفلوس الطبقه يعني الزواج بالنسبه للطبقه المتوسطه او الفقيره فهناك ناس انا ما كنامنش بنظريه المؤامره ولكن هادشي بصح، يعني انا ما كنامنش اطلاقا بنظريه المؤامره ولكن منطقيا هناك ناس ما باغين يحددوا من البوبولاسيون هادشي كاين. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهاد الحلقه هادي اللي عجبتكم، يعني ماشي حلقه ولا فيديو، عجبكم هاد الفيديو بارطاجيو وديروا سبسكرايب ديروا لايك خليوا لي تعليق ونتلاقاو في فيديو جديد.